ثمانية حقائق مذهلة حول كلاب الهاسكي السيبيري. سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب. كلاب الهاسكي السيبيري يشتهرون بمهارتهم المذهلة في سحب الزلاجات، لكن هذه الكلاب لا تستخدم فقط في هذه الأعمال. صحيح أنهم يمثلون كلاب عمل ممتازة، هذه الكلاب تم تربيتها في الأصل لمساعدة الشعب تشوسكي في سيبيريا. بمظهرها المميز والذي يشبه الذئب وعيونها الزرقاء الساطعة وتاريخها المذهل، فإن الكثير من الناس يحبون كلاب الهاسكي السيبيري ويتعلقون بهم، سواء كنت بالفعل أحد الوالدين أو تبحث عن إضافة حيوان أليف إلى الأسرة، سوف ترغب في ضم كلب الهاسكي السيبيري إلى أسرتك. نشأت كلاب الهاسكي في سيبيريا، كما يوحي اسمها نشأت كلاب الهاسكي في سيبيريا، وهذا هو سبب تسميتها بكلاب الهاسكي السيبيري نسبة إلى سيبيريا قبل حوالي 3000 سنة. أراد الشعب تشوكشي وهو قبيلة شبه بدوية في سيبيريا توسيع أراضي الصيد الخاص بهم، لكنهم كانوا بحاجة لمساعدة بسيطة من سحب الزلاجات على هذه المسافات الطويلة، لذا فقد شرعوا في ترويض الكلب الهاسكي الذي يتطلب بعض التحمل الجدي ومعطفا سميكا جاهزا في الشتاء لحمايته من درجات الحرارة تحت الصفر والقدرة على البقاء على الحد الأدنى من الطعام. كلاب الهاسكي السيبيري لديهم طبقتين من الفرو، لأن كلاب الهاسكي نشأت في درجات الحرارة تحت الصفر فإنهم مستعدون دائما لتحمل الطقس الشتوي القاسي. لديهم فرو مزدوج أو طبقتين من الفرو تتألف من طبقة سميكة قصيرة للغاية تساعدهم على الحفاظ على دفء جسمهم، وغطاء خارجي طويل مقاوم للماء، في حين أن عيونهم على شكل اللوز توفر لهم الحماية من الثلوج الرخوة وأشعة الشمس القوية التي تنعكس من الثلج، ويمكنهم تحمل ما هو أكثر من ذلك. لديهم ديور خطها حول وجوههم أثناء النوم لمزيد من الدفء. كلاب الهاسكي السيبيري لديها طاقة عالية وقدرة كبيرة على الركض والجري. إذا كنت تريد شراء كلب من سلالة الهاسكي السيبيري الذي يتميز بالطاقة العالية، كن مستعدا لممارسة الرياضة كثيرا. وفقا لبعض آراء مدرب الكلاب، فإنه يجب على كلاب الهاسكي السيبيري أقوياء البنية ممارسة ما يقرب من 3 إلى 5 أميال من التمارين كل بضعة أيام، سواء اخترت المشي أو السباحة أو الجري أو اللعب أو حتى التزلج. تم ترويض كلاب الهاسكي السيبيري للركض والجري، لذلك لديهم قدرة كبيرة على الركض مسافات كبيرة. ما عليك إلا التأكد من أنهم يركضون هذه المسافات بالتدريج، فلا ينبغي عليها أن تخرج من البوابة بخمسة أضعاف، ولا تمارس الرياضة في الهواء الطلق إلا في أيام باردة منخفضة الرطوبة، حيث أن الفراء الكثيف في أجسامهم تجعلهم أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة. إذا كنت تعيش في مناخ دافئ أو ترغب في ممارسة الرياضة، فإن أفضل وقت خلال أشهر الصيف. العديد من كلاب الهاسكي السيبيري لها عيون زرقاء. العيون الزرقاء نادرة جدا في معظم سلالات الكلاب، إلا إذا كان لديه الجين المانع والذي يمنع الصباغ من التطور بشكل كامل في العينين والفرو، شائعان أيضا بين كلاب الهاسكي السيبيري، وغالبا ما يؤدي إلى العيون الزرقاء أو الذهبية أو البنية أو اللون البرتقالي. كلاب الهاسكي السيبيري لديهم شخصيات ودودة للغاية ويحبون تكوين الصداقات. على الرغم من مظهرها التي تشبه الذئب، إلا أن كلاب الهاسكي السيبيري هم في الواقع ودودون بشكل لا يصدق. لذلك فإن أي شخص يبحث عن كلب حراسة سيشعر بخيبة أمل كبيرة في كلاب الهاسكي، لأن كلاب الهاسكي السيبيري قوية البنية ولكنها ببساطة ودودة للغاية ولديها ثقة كبيرة حتى في الغرباء. إذا كنت تعيش في مناخ أكثر برودة، فلا بد أن يكون لديك فناء خلفي كبير. يجب على الجرو الحصول على مكان ما لتفريغ طاقته فيه، ولديه أطفال قد يكون هو الخيار الأمثل لعائلتك. كلاب الهاسكي السيبيري لديهم اختلاف في عمليات الحرق بشكل لا يصدق، وإليك حقيقة حول كلاب الهاسكي السيبيري أقوياء البنية والتي لا يمكننا تفسيرها، حيث يمكنهم أن يبقوا لساعات طويلة بدون طعام وبدون استفادة من الجلوكوجين في أجسامهم. لا في اعتبارك إذا حاولنا نحن البشر العمل لساعات دون أي مصدر للطاقة فسنشعر بالتعب بسرعة ويجب أن نتوقف. تم تربية كلاب الهاسكي السيبيري للعمل لمسافات طويلة مع الحد الأدنى من الطعام، لذلك من المنطقي أن أجسادهم تطورت لأداء هذه المهام بدون تعب، لكنها ما زالت مذهلة. كلاب الهاسكي السيبيري لديهم فرو ملون، غالبا ما نفكر في الفراء السميك ذات اللونين الرمادي والأبيض أو الأسود الأبيض عندما نفكر في كلاب الهاسكي السيبيري، ولكن ألوان معاطفهم يمكن أن تختلف في الواقع بشكل كبير. وفقا لنادي بيت الكلب الأمريكي، يمكن أن يكون فرو كلاب الهاسكي واحدة من عدة ألوان، أسود رمادي أحمر سماوي وأبيض، ولكن هناك العديد من الاختلافات هناك.
كلاب الهاسكي السيبيرية ثرثارة جدا. إذا كان لديك كلب من نوعين كلاب الهاسكي السيبيري فأنت تعرف أنها ثرثارة للغاية، فهي معروفة بنباحها وتذمرها. لكن هل تعلم أن عويل كلب الهاسكي يمكن سماعه من على بعد 10 أميال؟ وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، وإن نراكم في حلقة جديدة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.